الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في هذا التجمع الذي يزداد شوقاً وابتهاجاً برعاية سيد الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وهي الرعاية التي تجسد إيمانه بالدور الحقيقي لهذه الدورة في تعزيز أواصر الأخوة بين الشباب الخليجي وترسيخ معاني المودة والمحبة وتقوية نسيج الصداقة بينهم، إلى جانب أهميتها كوسيلة تنافسية تسهم في رفع المستويات والارتقاء بمختلف الرياضات، وتهيئة رياضيي دول المجلس للظهور بالمظهر المشرف في مختلف المشاركات الدولية. وفي هذا الإطار يسرني أن أشكر إخواني بدول مجلس التعاون الخليجي لاهتمامهم وحرصهم على استمرار دورة الألعاب الخليجية، الأمر الذي يعكس الدعم الكبير والرعاية الدائمة التي يحظى بها شبابنا من قادة دولهم حفظهم الله ورعاهم. ولعله من حسن وتباشير الطالع أن يتزامن هذا التجمع الخليجي مع مرور الذكرى 85 لليوم الوطني لتأسيس هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، ليجتمع أبناء مجلس التعاون اليوم في مناسبة تعزز معاني الوحدة بين أبنائه بعد أن تجسدت في ميادين العز والشرف دفاعاً عن حدوده وحماية لمقدراته وتلبية لنصرة الأشقاء. وهنا نتذكر بكثير من الفخر والاعتزاز شهداؤنا البواسل سائلين المولى عز وجل أن يغفرهم ويتغمدهم بواسع رحمته. الإخوة الأعزاء، هذه الدورة تعد نواة حقيقية للتواجد الخليجي في الأولمبياد والبطولات الدولية الكبرى، كما أنها تمثل انعكاساً للاهتمام بالألعاب المختلفة والفردية التي تنقلنا من المنافسة الإقليمية إلى المنافسة القارية والدولية والبطولات العالمية الكبرى بإذن الله تعالى. إن هذه الدورة فرصة لإبراز الموهوبين وصقلهم وتعزيز قيم المنافسة وحب الانتصار في نفوسهم. ومن هذا المنطلق فقد سخرت حكومتنا الرشيدة كافة الإمكانيات ووفرت كل وسائل الدعم إيماناً منها بهذه الأهمية واستشعاراً بنتائجها المستقبلية. فباسم شباب ورياضيي المملكة أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله أسمى عبارات الشكر والتقدير على ما وجدناه من دعم واهتمام ومساندة أثمرت هذا التجمع الذي نتطلع أن يحقق أهدافه من أجل مجتمعنا الخليجي ومستقبل شبابه. والشكر لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على ما وفره مع مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية في المنطقة من إمكانات لإظهار هذه الدورة بمظهرها المشرف. كما أشكر شركة أرامكو الشريك الاستراتيجي مساهمتها الفعالة في هذا التجمع الخليجي، ولزملائي في اللجنة الأولمبية واللجان المنظمة كل الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة متميناً للجميع طيب الإقامة، والسلام عليكم.